علي وفاطمة والداه فهل تعلمون له من نظير؟ السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، ما زلنا وإياكم في هذه الأيام وضمن هذه التغطية، تغطية مسيرة الخلود، لعلنا ننقل لكم نزرا يسيرا من هذه الصور الحسينية التي تملأ القلوب عشقا وحبا لسيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وضمن هذه التغطية هذا اللقاء والحوار، ويشرفني ويسعدني أن أرحب وإياكم بالأستاذ في الحوزة العلمية سماحة السيد رشيد الحسيني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. سلمكم الله وعظم الله لنا ولكم الأجر. عظم الله أجورك وبارك الله بكم. حياكم الله. سماحة السيد، البيتين اللي قريتهم في المقدمة، أميري حسين ونعم الأمير إلى آخره، هذا الشاب ربما لم يبلغ الحلم 11 سنة 12 سنة كما تنقل الروايات، بهذه الأبيات وكان ذكيا جدا بأن نسب نفسه للحسين عليه السلام مع وجود نسبه. هذه الأبيات تعبر على الصعيد المعنوي عن حبه العميق للحسين عليه السلام، ولكن انتقل من الحب المعنوي العاطفي إلى الحب العملي. جميل. فجاء يلتمس الحسين عليه السلام ليقدمه ليذب عن بين يدي الحسين، ليذب عن الدين، يذب عن العقيدة وإلى آخره. هنا أكو مسألة غاية في الأهمية، أنه مرة إحنا نحب الحسين عليه السلام ونعشق الحسين، ومرة أخرى أين نحن من اتباع منهجية الحسين في الحياة؟ وهكذا الآن هذه الصور هي بالتأكيد تعبير عن حب وعشق الحسين عليه السلام، ولكن ماذا بعد ذلك؟ أحسنتم جميعا، إنصافا محور مهم ونقطة أعتقدها جوهرية في مجمل هذه الشعيرة المهمة، شعيرة زيارة الأربعين. مشكلة البشر ككل أنهم في الواقع في كثير من الأحيان لا يزاوجون بين الانتماء القلبي والانتماء الباطني والعاطفي مع الانتماء العملي والسلوكي. مشكلة الكثير أنه يبقون على محور الحب والولاء والعشق والانتماء، يبكون إذا ما صدم محبوبهم، يفرحون إذا ما فرح محبوبهم، ويسلكون المسلك الذي يدعوه إليه محبوبهم، ولكن بالأطار العاطفي والحب الباطني. وهذا الذي نراه نحن في واقع الأمر، أن المحبين وشيعة أهل البيت سجلوا أروع صور الولاء والحب والعشق، يسلكون طرقا كثيرة، مسافات طويلة، يصرفون أموال باهظة. بعضهم التقيت بهم اليوم، جاء من بريطانيا وقال لمدة أسبوع أنا ما عندي إجازة، ولمدة أسبوع أنا $1,500 تذكرتي، وقبل الأربعين لازم أرجع باعتبار أنه ما يسمحوا لي. مع ذلك يصرف ويترك العمل وإجازة بدون راتب حتى يأتي هنا ويسجل له موقفا في هكذا مراسيم. هذا في الواقع أروع صورة أنا أشوفها، نساء رجال كبار صغار. بعض البلاد عندهم مشكلة اقتصادية كبيرة، عندهم مشكلة في الواقع المعاشية كبيرة، ولكن يحاولون أن يتغلبوا على مشاكلهم ويقترضون شابا اليوم من الجمهورية الإسلامية قال أنا
اقترضت سلفة حتى أجي أنا وزوجتي أزور. فأنا قلت اقترض اقتراض يعني نعم. دين أخذ دين فلوس ما عنده. فسألت أنا في الواقع قلت له أنه ليست الزيارة واجبة، لماذا ورطت نفسك في قرض وفي دين؟ قال الدين يمكن أن يؤدى ولكن هذه فرصة يمكن أن لا تعوض. عشان تشرح سيدنا أنا بس شاهد كلامكم قبل أيام، أحد الخطباء الإسلامية يوصي ويشجع على الزيارة مع وجود هذا العامل الاقتصادي. كلمة جدا جميلة، قالوا إحنا مو دائما نقول بأبي أنت وأمي ومالي ونفسي أو ونفسي ومالي، إذن لا قيمة للمال. فأقول هذا إنصافا. نعم. شوفوا إنصافا، هذا أروع صور الولاء والحب والانتماء العاطفي القلبي المشاعري، وهذا مطلوب بحد ذاته ومرغوب بحد ذاته، وهناك روايات تدفع بهذا الاتجاه، وهناك آيات تدعو الناس إلى المودة. أجر رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم مودة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مودته وحبه هو وأهل بيته. ولكن هل هذا الأمر بحد ذاته كاف على أن أكون حسيني أو أكون من أهل الجنة أو أرافق أهل البيت في منازلهم؟ هذا في الواقع أحب أن أؤكد عليه، وجنابكم أنتم لما ذكرتم ذلك المصرع الذي يتكلم عنه القاسم بن الحسن لعمه الحسين صلى الله عليه وسلم، في الواقع هو حب واعي، حب واعي، اللي هذا الحب يترجم إلى موقف عملي، أن يذب عن الإسلام ويذب عن عمه ويدفع الكرب عن وجهه في أن يقاتل ويجاهد. نحن في الواقع في هكذا مسيرا، دعوتي للمؤمنين أنه هذا الولاء القلبي وهذا الانتماء القلبي لا يمكن أن يكون مفيدا، أكرر، لا يمكن أن يكون مثمرا ومفيدا. أنا لا أقول غلطا، استغفر الله، ليس غلطا وليس خطأ وليس اشتباها، لا لا لا، إنما هذا الحب إذا أردنا أن يكون هو كل شيء وهو الرصيد الوحيد بيننا وبين أهل البيت، فهذه رؤية منقوصة وهذا فهم منقوص. لأن أهل البيت صلى الله عليه وسلم كما يدعون إلى حبهم ويدعون إلى ولائهم ومحبتهم، يدعون إلى طاعتهم، يدعون إلى الالتزام العملي. إذن نستطيع أن نقول سمعت السيد أن هذه الشعائر وهذه المشيئة وغيرها من الممارسات الأخرى مع ما فيها من ثواب لا يعلمه إلا الله، هل نستطيع أن نقول هي في الأساس مقدمة بلا أشكر للعمل الحقيقي وللغاية الحقيقية؟ هذا اللي إحنا نرجو، يعني نرجو على أن تكون هذه المسيرة وهذا الولاء وهذا الحب وهذا الانتماء وهذا التفاعل الكبير، أن يكون هذا في الواقع مقدمات ممهدة إلى نضوج على المستوى العملي، على أن يكون هناك نوع من إعادة حسابات هذا الشاب الذي يمشي في هذا الطريق وعنده متسع من الوقت، يومين ثلاثة أربعة، اللي جاي من البصرة 15 يوم 20 يوم عنده فرصة أن يراجع نفسه، أنه أنا صحيح رايح للحسين ولكن علاقاتي مع الآخرين هل هي حسينية؟ تعاملي مع والدي هل هو يرضي الحسين صلى الله عليه وسلم؟ تعاملي مع العمل، مع الوظيفة، مع المال، مال العام، مال الخاص، تعاملي مع جيراني، تعاملي مع ربي في خلواتي، في جلواتي، في صلاتي، في صيامي، رمضان يجي أنا في الواقع ألتزم بالصوم، هذا الذي أريده على أن يكون الحسيني حسيني بهذين الجناحين. ولا يمكن أن يطير الإنسان إلا بهذين الجناحين، الولاء القلبي والانتماء القلبي والمشاعري والعمل بأركان الدين والوظائف العملية، بهذين الجناحين يمكن أن نكون مع الحسين قطعا بلا إشكال. أحسنتم سمعت السيد. كما تعلمون ويعلم الكثير من المشاهدين أن من يسير في هذا الطريق مستوى الحب والإيمان بالقضية الحسينية بالتأكيد متفاوت،
فتبدأ كما هو الإيمان كما يروى أنه 10 درجات من الدرجة الأولى إلى الدرجة العاشرة. جيد، إذن هناك تفاوت، من هو فوق المتوسط، من هو متوسط، من هو دون المتوسط. أنا أتحدث عن من هو دون المتوسط، ما عنده فكرة، ما سامع، ما قاري، ما إلى آخره من الأمور. دور من لتعريف هؤلاء، توجيههم، إرشادهم، توعيظهم، وهكذا. يعني خلينا نقول المؤسسة الحوزوية أو المؤسسة الإعلامية أو ما شاكل من المؤسسة. أحسنتم في كلامكم الأول أنه الإيمان أو الانتماء القلبي والولاء يختلف من شخص إلى آخر. طبيعة الحال مستوى الحب والانتماء والولاء يرتبط بمستوى وعي الإنسان. كلما كان وعي عميق ووعي واسع وفهم صحيح، كلما كان مستوى الحب والانتماء قوي، قوي جدا. يعني يأتي العدو يقول لمصعب، عفوا لحجر بن عدي، أنه لابد أن تقتل، في قصة طويلة في مرج عذراء، لابد أن تقتل. فيقولوا، يقول لهم، يقول لهم أنه أول اقتلوا ولدي أمامي. ليش أقتل ولدي أمامي؟ قال أنا أخاف أن ولدي إذا أنا قتلت فحر السيف وحر كذا قد يتنازل، قد يتراجع وينال من علي بن أبي طالب. أنا أريد في الواقع أضمن على أنه ذهب وهو مواليا ولم ينل من أمير المؤمنين صفر. شوفوا مستوى حب حجر بن عدي ومستوى حب ابنه أو جماعة الذين كانوا معه، هاي يختلف بحسب فهم الإنسان، وعي الإنسان، إدراك الإنسان. تجد بعض، طبعا واحد لا يقول لي سيدنا هذا يرتبط بأن أكون حوزوي أو أكون متعلم أكاديمي عند شهادة، لا 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 لا، لا ربط لها، هذه الحالة لا ربط لها بمستويات العلم والمعرفة الأكاديمية، لا لا، هذه قضية في الواقع المعرفة حسب تعبيري القلبية. إنسان، أنا بعض الأحيان أشوف واحد بدوي، واحد قروي، تصرف مع الحسين وتعامل مع الحسين بشكل أفضل مني أنا، أقول يا رب أعطيني معرفة هذا. والله بعض الأحيان أقول يا رب أعطيني معرفة هذا، معرفة هذا أكثر من معرفتي أنا. إذاك شايف الحسين لامسة، لامسة، أنا قد ما لامس الحسين، أنا فاهم الحسين، بس فهمي للحسين شيء ولمس الحسين شيء آخر. بعض الناس فطرتهم، سجيتهم، روحهم الشفافة، لقمتهم الحلال، حليبهم الطيب، الحجر الذي في الواقع ربوا فيه، هذا كله في الواقع مؤثر على أنه يفهم الحسين من حيث هو لم يدرس. أنتوا شايفين بعض الشعراء هم أميين أصلاً، يقولون عبو طوفة ما يعرف يقرأ ويكتب، ولكن شعر لما يقوله في الواقع عين المعرفة، عمق الدين. ولكن من أين نابع؟ من تلك الفطرة السليمة، الروح الشفافة. فلذلك معرفة الإنسان كلما كانت عالية انتماءه كان قويا، عمله كان أقوى. المؤسسات الدينية، المؤسسات الإعلامية في الواقع لابد أن تستثمر هذا الجهد الذي يقام. الناس يؤدون ما عليهم، الناس قاموا بواجبهم، هؤلاء في الواقع يذهبون إلى الحسين تلبية لدعوة الإمام الصادق، تلبية لدعوة الإمام الرضا لابن شبيب ولغير ابن شبيب، في أنه اذهبوا إلى الحسين، احيوا هذه المجالس، زوروه ولو كنتم في على مسافات بعيدة. وهكذا هؤلاء لبوا وعملوا بوظيفتهم، أدوا ما عليهم. نحن كمؤسسات إعلامية، كمؤسسات حوزوية علمية، لا بد أن نستثمر مولانا، لا بد أن نستثمر، نستثمر المواقف، أنت كإعلامي، مواقف، اللقطات، الصور، مشت عين ولكن فيها دلالات، الصورة قد تعطي معنى كبير أكثر من قاموس وموسوعة. هناك شواهد ومشاهد يمكن إنسان من خلالها يشوف أنه طفل جالس
حاط له تمرتين ثلاثة ويا كاس ماي خابط ماي مو صافي حاطه يقول سبيل الحسين على حب الحسين أكل وعلى حب الحسين أشرب. هذه اللقطة في الواقع قد تؤثر في كثير من القلوب التي هي لم تعي الحسين بطريقتها وأنه بهذه الطريقة يمكن أن تعي. هذه مؤسسات الإعلامية يمكن أن تؤكد على هذه النقاط من خلال الأفلام الوثائقية. شهدنا يعني قبل كم سنة بعض المؤسسات التلفزيونية أو الكذا صنعوا بعض الأفلام واقعاً كان لها تأثير صارف مؤثرة يعني. جداً جداً مؤثرة. أنا أعرف أشخاص أوروبيين يعني لا ربط لهم بالعرب ولا ربط لهم بالدين. ذهبت إلى تلك البلاد الأوروبية أحدهم في دنمارك قال سيدنا أنا هذا دنماركي كان يقول هذا صار شيعي عجيب. فسألت شنو وجه له قال أنا في الواقع مسيرة الأربعين بعض المشاهد خلتني أنا يعني يثار عندي هذا الأمر وذهبت إلى العراق وشاهدت فآمنت بهذا الأمر. فهذه أمور في الواقع قد لا نشعرها نحن لأننا نلمسها ونعتبرها قضايا عادية، ولكن تبقى المؤسسات الحوزوية المؤسسات الدينية خطبائنا الأعزاء لابد أن يستثمروا هذه المسيرة أكبر استثمار. عشانكم سمعت سيد في كل عام قبل محرم وصفر وبين محرم وصفر نشهد فتح حملة كبيرة واسعة لأغراض رب يتصور ويعتقد من يثير مثل هذه النعرات أو هذه الإشاعات أو الدعايات أو ما إلى ذلك أن يقلل من قوة وعزيمة هؤلاء. مثلا فمثال حول هذه المسألة نزلوا بعض الفيديوهات بعض المقاطع أنه هناك صراع في الجمهورية الإسلامية والإيرانيين يطردون العراقيين وما إلى ذلك. زين أنا هكذا فيديو من أشوفه كيف يجب أن أتصرف وهو الفيديو خاضع للتزوير خاضع للتقطيع خاضع للمونتاج وإلى آخره سواء كان في صوت أو بدون صوت. هنا مسألة جد لأنني وصلتني هذه الفيديوهات ولاحظت حتى بعض الشخصيات المثقفة انطلت عليهم مثل هذه الفتن. بماذا توصون سمحت السيد لشبابنا كيف يتصرفون مع هكذا إشاعات؟ عذرا سمحت السيد ما أدري نذهب إلى فاصل ثم نواصل إن شاء الله. أحبة المشاهدين فاصل ولنا أعود معكم إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، كما وأرحب مرة أخرى بضيف هذه التغطية وهذه الحلقة وهذا اللقاء سماحة السيد رشيد الحسيني. فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. سلمكم الله. جيد، إذن السؤال كان سماحة السيد قبل كيف نستطيع أن نحلل بعقلانية وبدقة لا نتسرع في الحكم عندما تصلنا بعض الشائعات بعض المقاطع الفيديو بعض الكلام إلى آخره. نعم، في الواقع هذا أنا أعتقد شيء مهم جدا خصوصا في مثل هذه الأيام. نحن كما ذكرتم نعاني قبيل محرم هجمة وحملة كبيرة ضد الشعائر ضد بعض المظاهر وكأنه هناك حمية إنسانية تصحو في أوائل محرم على أنه أين الأيتام وتنتهي بعد أين الأرامل أين الأيتام لماذا أين الأرامل هذا ليش الطبخ ليش هالكذا وليش هالصرف لو إحنا نزود شباب لو نطعم أيتام كان أولى من هذا الصرف. في حين أنه في الواقع شعارات لطيفة مشاريع تدغدغ النفس الإنسانية والعاطفة وممتازة، ولكن أعتقد أنه في واقع الأمر لا يريدون لا الأيتام ولا الأرامل ولا الشباب الأعزب
وإنما لا يريدون للحسين أن يكون بهذا الشكل، يعني يريدون ضرب الشعائر، وتلك إنما هي حجج وذرائع، وإلا هم أنفسهم الذين يشكلون على هذا البذل وهذا الإنفاق وهذا التعطيل لبعض المهام. بعض الشباب معطلين، بعض الرجال أغلقوا متاجرهم في سبيل، فهو يقول أنه اقتصاد البلد انهار من وراء هذه زيادة 40 لمدة أسبوعين، الاقتصاد معطل. هؤلاء في الواقع ليست مشكلتهم مع الاقتصاد بقدر ما هي مشكلتهم مع الحسين، وهم نفسهم هؤلاء. انظروا إليهم بعد تقريبا شهر انظروا إليهم، أو شهر نصف، في السنة الميلادية، في السنة الميلادية كيف مهرجاناتهم، بذخهم، صرفهم، المغنيات، المطربات، الاحتفالات الضخمة، يصرفون الملايين. هناك شيء على حال حضارة والتقدم وانفتاح وثقافة، أما هذه في الواقع أمور لا تنطلي على شبابنا اليوم. ولكن أخشى ما أخشاه على الشباب أنه تناغم هذه الشعارات الإنسانية، تناغم عواطفهم وإنسانيتهم في أن يصدقوها. تعرفون أيها الأحبة، أيها الأصدقاء المشاهدين الكرام، أن الذي كسر مشروع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، لا أريد أن أقول كسر ظهر أمير المؤمنين، مشروع أمير المؤمنين كسر من جهلة في جيشه، في أصحابه. لما رفعت الصحف في صفين، وهي مكيدة كانت من قبل عمرو بن العاص، في الواقع صححوا أنه لا حكم إلا لله. أمير المؤمنين قال: يا جماعة، أنا القرآن الناطق، ألم تسمعوا رسول الله قال كذا؟ إنما هذه قراطيس، هذه خدعة. ولكن لم يستجيبوا، وقال لهم كلمة حق يراد بها باطل. فخوفي أن تنطلي علينا كما انطلت على جيش أمير المؤمنين، فانشق الصف وصارت مجازر. تعرفون حرب النهروان وليلة الهرير، وتسعة آلاف قتيل في ليلة واحدة. خوفي أن الشباب تنطلي عليهم هذه اللعبة، لعبة مولانا حقوق الإنسان، لعبة تهذيب الشعائر، ولعبة مثلا تقدم البلد والمرافق الصحية للبلد، بنى التحتية للبلد. هذه القضايا هي في الواقع ضمن مقومات المجتمع المدني، ولكن لا يعني أننا نسمع إليها ونستجيب. فلا بد للناس جميعا، للمؤمنين جميعا، أن يتأنوا، هذه قضية يتأنوا في قبول فكرة أو ردها. الاستعجال غلط، الاستعجال غلط، العجلة غلط. أن الإنسان رأسا يصدق وبسرعة يتخذ موقف، هذا مذموم في الدين. العجلة مذمومة في الدين، التسرع مذموم في الدين. نعم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم مطلوب، سارعوا إلى الصلاة هذه مطلوبة، ولكن أن أسارع في قبول فكرة أو أسارع في قبول شعار يطرح، هذا ليس صحيحا. بسم الله الرحمن الرحيم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. أي خبر تسمعه، أي شيء تسمعه، أي شعار تسمعه، لا تتخذ قرار. يا أخي، يا حبيبي، يا عزيزي، أيها الموالي، اتريث فتبين أن تصيب قوما بجهالة. يعني يقول له أنت تتخذ شوية نوع من التريث والتأني، ادرس القضية بعدين، إن أردت أن تصدق فصدق، وإن أردت أن ترد فرد. فيعني ماذا؟ أنه طلبنا، يعني رسالة المرجعية، رسالة الحوزة العلمية، رسالة المؤمنين إلى الجميع، أن لا تقبلوا شعارا بدون تريث، أن لا تقبلوا كلاما بدون تأني والرجوع إلى أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا الآن في هذه المسيرة يا أخواني، في عامود، ما أجيب اسم العامود ورقم العامود، أكو عامود من الأعمدة في موكب يرفع شعارا جميلا: البيعة لله، البيعة لله. زين، لما تدخل إلى هكذا جماعة، تشوف أنهم يدعون إلى تضليل الناس، إلى إبعاد الناس عن المرجعية، إبعاد الناس عن
عن الثوابت الدينية باسم المهدوية باسم الأمور الأخرى اللي في الواقع لا أريد أن أصرح فيها، كلها تدليس على الناس وتعمية، تعمية من خلال بعض الأحاديث المزورة يطرحونها في رد التقليد وضرب المرجعية وعلى أن الإمام المهدي يأتي أول ما يقتل علماء الدين. هذه كلها إسرائيليات يبثونها هؤلاء. فأقول أيها الشباب، أيها الحسيني الواعي، أيتها الزينبية الواعية، تأني، لا تتقبلين فكرة بسرعة، ارجعي قولي ما يخالف أنا سمعت الفكرة أشكركم، ارجعي إلى علمائكم إلى أهل الفقه أهل المعرفة أهل الدين، أنا يا أخوان شنو رأيكم هذا؟ بالفعل أنا أذكر عذرا سمعت السيد المقاطعة حتى شاهد على كلامكم. السنة الماضية اتصل بي أحد أرحامنا شاب مؤمن مؤدب صف ثاني أو ثالث كلية، قال لي عمو أكو سؤال انطرح عندنا الآن في الأجواء الجامعية. قلت له شنو؟ قال يقولون أنه الله والعياذ بالله غير عادل، والدليل أنه يخلق الناس وما يعطيهم رزق. لا لا، يعطي للرجل حصتين وللمرأة حصة واحدة. قلت له إيه وجاوبتهم؟ قال والله بصراحة ما عندي جواب. فوضحت له وقلت له أي سؤال يجيك لا ترتب عليه أثر. والآن كمثل ما تفضلت، مرة يبعدون الناس عن المرجعية، مرة مسألة الإلحاد الحادية، وهكذا بشكل ظاهر الكلام هو ظاهر ملمع ولكن في باطنه. نحن واقعا لا إشكال في أن الإنسان يطرح السؤال وإلى حق التساؤل، هذا لا إشكال فيه، ولكن لا بد الإنسان أن يضع رجله على أرض صلبة لا رخوة. بعض الأحيان الشباب يدخلون في أرض في الواقع هي رمال متحركة يغرقون فيها. أنا أقول ما يخالف أدخل إلى نقاش أو أدخل إلى كذا، ولكن ستكون عندك خلفية علمية جيدة، ستكون عندك أوليات مهمة. ما عندك أوليات مهمة، ارجع إلى أهل العلم إلى أهل الدين، من تثق بأنهم هؤلاء أهل معرفة أهل دراية. ارجعوا إلى كتاب الله، ارجعوا إلى أحاديث الأمير صلى الله وسلامه عليه. هذا اللي أنا أدعو الناس إليه. أما هاي الحالة الإمعة، هاي حالة الإمعة هذه في الواقع قصمت ظهر الأئمة صلى الله عليه. وأمير المؤمنين يدعو الناس أنه أيها الناس كونوا على وعي، كونوا على بصيرة. سمحت السيد الله يحفظه، وصلت إلى خدمته بين فترة أخرى، دائما يشير سيدنا يقول للناس لا تأخذهم الشعارات، لا تأخذهم الصيحات، المظاهر شيء، ما وراء أحسنتم ما وراء المظاهر شيء آخر. مو كل علم مرفوع ترى اللي يرفعه هو صاحب مبدأ. أعرف أنه الأعلام اللي ترفع، اللافتات التي تنصب، لابد أن ترى ما هو وراءها، من هو وراءها. أحسنتم سمعت السيد، يعني ما أجمل هذه المسيرة على طوال ربما 20 يوم أسبوعين، ترى فيها يعني سماها أحد الضيوف في هذا التغطية المدينة الفاضلة. واقعا يعني تقترب من المدينة الفاضلة، أو هي بالفعل المدينة الفاضلة، يعني ترى فيها كل المفاهيم الإنسانية الجميلة. تشوف فيها التواضع، تشوف فيها المحبة، تشوف فيها ملايين يمشون ماكو عركة بيناتهم. يعني مسؤول كبير يقعد بنص الشارع وشاير صينية مثلا يوزع بها، وهكذا هذه الأمور. أنا كيف أستطيع كفرد من السائرين بعد سفر أنه تستمر معي هذه الحالة؟ يعني أنا ليش هذه الحالة بس بدل الأسبوعين؟ خلصنا الأسبوعين طبقت غراضي ورحت رجعت كما سبق. في الواقع أنا وصفت العراقيين في هذه الفترة بأنهم ملائكة يصبحون في هذه الأسبوعين، يعني مع أنه معروفين بالعصبية، معروفين بالشدة، معروفين بالانفعال السريع، ولكن نجد التاجر الذي في الواقع يقاتل في سبيل الدرهم في هذه الأيام، الدراهم لا شيء، الملايين لا شيء، لا قيمة. الصاحب شيخ العشيرة بالنسبة إلى الأبهة والاحترامات إلى كل القيمة، ولكن نجد في خدمة الحسين
يضع كل هذه الأمور على جنب. هذه في الواقع أعتقد هي المناسبة تفرض عليهم ذلك، الأجواء تفرض عليهم. أنا لا أطلب منهم أن يكونوا طول السنة متبرعين، لا لا، يحملون هذه الموائد ويقفون كذا ويفتحون أبواب. نعم هذه أجواء لها، أنا قصدت الجانب المعنوي، قصتها ولها وضعها الخاص. ولكن الذي أطلبهم هذا الحلم الذي تتمتع به في هذه الأيام، هذا التواضع الذي تتمتع به في هذه الأيام، هذا السخاء الذي تتمتع به، هذا اجعله علي حال معك ولو بنسبة، ولو بنسبة. أنا ما أريدك أنت في الواقع تصير ناكر للذات بشكل كبير، ولكن بنسبة كن ناكر لذاتك. أحسنتم سمعت السيد. ربما إحنا في الدقائق الأخيرة لنذهب إلى كربلاء، يعني الوصول إلى كربلاء ربما بات للكثير من محبي وعشاق الحسين هو حلم يأتي ربما في أماكن بعيدة. يدخل إلى الصحن الشريف، يرى ما يرى من جمالية المكان. البعض أنا سامع يعني ربما حتى من غير المسلمين يقول من يعني أول دخول إلى يقول شعرت بقشعريرة، شعرت بهزة كأنما جسمي دا يتكهرب. هذا العامل الغيبي أريد أتحدث عنه، والارتباط مع الإمام الحسين عليه السلام، كيف تفسروه سيدي؟ في الواقع هذا أيضا يرجع إلى مستوى المعرفة. مستوى المعرفة، البعض يدخل إلى الحسين كأنما يدخل إلى أي مضيف أو إلى أي حسينية ومسجد. بعضهم لا، تجده أنه أحد الشعراء المعروفين قاله لي، يعني قال الكلام لي أنا شخصيا، قال أنا لا أزور العباس. قلت له ليش؟ قال ما أقدر أوصل إلى الباب، ما أقدر. هذه يرتبط به هو شعوره وفهمه والعباس في وجداني، لبعض العلماء أحسنتم. فأقول هذا يرتبط بمعرفة الإنسان. ولكن كلامي للأحبة، الناس العوام، الناس العاديين في إيمانهم، في مستواهم الفكري، أنه أيها الأحبة ستقفون مع أمام قبر الحسين صلى الله عليه وتقولون هذه الكلمات، لأنها هي واردة في الزيارة: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. هذه تتحدث عن صفات الحسين وتشهد بها، وهي أمور مهمة: إقامة صلاة، إيتاء زكاة، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وطاعة الله وطاعة الرسول. هذه الأمور الستة تشهد بها على أساس أنها ميزات الحسين، ميزته، جعلته هو سفينة النجاة، هو باب الله الواسعة. فتعال أيها الزائر تلون بهذا اللون، تلون بهذا اللون. جميل. لما تشهد للحسين أنك أقمت الصلاة تكون مقيم الصلاة، لما تشهد للحسين أنه أمر بالمعروف أنت لا تغض النظر عن المعروف اللي لابد أن تأمر به، إذا رأيت منكرا فهم أنهي عنه. خلنا نتلون بلون الله، نصطبغ بصبغة الله. الحسين له لون، الحسين له طعم، الحسين له رائحة. فتعالوا لنتلون بلون الحسين. لون الحسين مو بس دم، لون الحسين مو بس لطم، لون الحسين مو بس تقبيل شباك، لون الحسين إقامة صلاة، لون الحسين وقوف أمام الظالم، لون الحسين وقوف أمام المنكر ومقارعة المنكر. تعالوا أيها الأحبة في حياتنا العملية أن نكون حسينيين كما نشهد للحسين، بذلك أن نشهد لأنفسنا عمليا حتى نكون ولو قرناء له إن شاء الله تعالى. نسأل الله بحق الحسين وبحق هذه الأيام أن يسجلنا في سجل زواره إن شاء الله. حياكم الله سماحة السيد رشيد الحسين الأستاذ في الحوزة العلمية في مدينة النجف الأشرف، شكرا جزيلا لكم على هذه الإيضاحات وهذه الروحية الحسينية في الواقع. حياكم الله وبياكم. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، كما نشكر حسن متابعتكم لهذه التغطية ولهذا اللقاء. أما الآن فأنتقل لزميلي وعزيزي الأستاذ الإعلامي أنور نجم، فلك أخي وعزيزي أستاذ أنور. أشكر لك هذا الحضور الطيب الدائم
على الإعلام المتنوع. بكل حال لك وافر الشكر وجزيله على استضافتكم الكريمة لسماحة العلامة السيد رشيد الحسين في حديثه الشيق كما عهدناه دائما على شاشات الإعلامية. أعزائي المشاهدين، قبل أن ننتقل إلى زميل جاسم العابدي في استصلاحات في المشاية، أذكر السادة المشاهدين أننا بعد فقرة الأستاذ جاسم العابدي سنكون مع الزميل الأستاذ عبد الرسول القرشي الذي يستضيف الباحث الأستاذ عباس الوهب الشمري. إلى زميلي جاسم العابدي.